انطلق العام الدراسي الجديد في عدد من المحافظات وبعض مدارس محافظتي القاهرة والجيزة، بينما تنتظم غدا الأحد الدراسة في جميع مدارس الجمهورية بإجمالي 25 مليون طالب وطالبة. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، ووجهت جميع المدارس بضرورة توفير مناخ صحي وآمن للطلاب مع انطلاق الدراسة. Not that's it.